السلام عليكم. الله وبركاته. تحذير من فيروس جديد ممكن الناس تقع فيه. ليه؟ هو ناس متحمسه لموضوع الشات جي بي تي ومتحمسه للذكاء الاصطناعي، فالصفحه ديت تمام هنبلغ عنها على طول ان شاء الله. كاتبه ان انت تقدر تحمل شات جي بي تي 4. مفيش حاجه اسمها تحمل شات جي بي تي 4، دي مش حقيقه. هو رفعه على موقع تريلو، تمام. موقع تريلو ده لتنظيم المواعيد والافكار والحاجات ديت، لكن هو مش مسؤول. هو موقع عادي بترفع عليه الملفات بتاعتك وكاتب لك سيت اب شات جي بي تي سيت اب. انا عارف ان هو فيروس، تمام، لكن عشان خاطركم نجرب، تمام. دوسنا فبيقول لي اتحمله عندك على الجهاز. هقول له سيف، محدش يعمل كده لان ممكن لا قدر الله يلقط معاك الفيروس. بص، هو اوتوماتيك لقط ان هو فيروس ديتكت وقال لي ان هو جواه فيروس، تمام، ولغاه. فانا هقول له مور انفورميشن عشان اعرف معلومات اكتر عن الفكره دي. هو بيقول لي ان لو بيفحص الفيروسات لو في اي حاجه بيوقفها. لو انت عايز تكمل ممكن تقول له ريزوم، ده لو انت مثلا عارف ان ده كراك، تمام، وعايز ان انت تتحمله. طيب خلينا نرجع على الصفحه ديت، وهاجي هنا من الثلاث نقط ديت، تمام، وهقول له ريبورت اد. خلاص، بل يعني كده قلت له ان في خلي بالك من فيروسات. فيا ريت اي حد يخلي باله وما يحملش اي حاجه لان الفتره دي فيها فيروسات كتيره، واعمل ابديت على طول للانت فيروس بتاعك.